جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية مليئة بالرحمة والمودة والتفاهم، وهي أرقى العلاقات الإنسانية. يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال سبحانه في سورة البقرة أيضا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلاقة الزوجية مقيدة بأحكام شرعية، وفي العديد من الأمور المحرمة التي لا يجوز فعلها مع زوجتك بسبب ما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية على كلا الطرفين. لذا سنتعرف مشاهدين الكرام على هذه الأمور المحرمة، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. إن كل شيء منعنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضار بنا، فالإسلام دين الخير والرحمة. لذا أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حتى يكون الجماع والاستمتاع بزوجتك بشكل فطري وسليم، فيجب الابتعاد عن هذه الأمور المحرمة والتي يأتي في بدايتها جماع الدبر. فجماع الدبر هو أن يأتي الرجل زوجته من الدبر والإيلاج من الدبر بدلا من فتحة الفرج، وهو أمر محرم دينا وحتى طبيا لما له من ضرر، فقد حرمه القرآن الكريم وكذا الأحاديث النبوية وبإجماع الأئمة، وذلك لما به من أضرار على صحة المرأة والرجل، حيث إن الدبر مكان به نجاسة وهو مسؤول عن الفضلات والقذارة وليس للعلاقة الجنسية. وهناك العديد من الأدلة التي تثبت أن جماع الدبر حرام، كقول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إدخال قضيب الرجل في فتحة فرج المرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نهى عنه في قوله: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأمر الثاني المحرم، أن يجامع الزوج زوجته في الفرج وهي حائض، واسمه الجماع الدموي، لقول الله عز وجل في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والراجح أيضا أنه لا يباشرها فيما بين سرتها وركبتها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، أخرجه البخاري وغيره. أما الأمر الثالث هو الجماع في العبادات، وهو القيام بالعملية الجنسية في أوقات العبادة بين الرجل والمرأة كوقت الصيام والحج والإحرام، وهو أمر ممنوع ومحرم لأنه يؤخر وقت العبادة أو يبطلها. فالمسلم يجب أن يتحكم في شهوته خلال أدائه إحدى العبادات كالصيام والحج الذي يجب احترام وقتها وتجنب أي شيء يثير الشهوة. الأمر الرابع وهو إخبار الناس بأمور الجماع بين الرجل وزوجته، يحرم على الزوج والزوجة إخبار الآخرين بما يحدث معهما وبينهما في العلاقة الجنسية. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الأمر الخامس وهو تحريم مشاهدة الأفلام الجنسية بين الزوجين، فتحرم مشاهدة الأفلام الجنسية بغرض زيادة الشهوة لدى الزوجين بسبب احتواء هذه الأفلام على مناظر تعري ومشاهد محرمة. أما الأمر السادس وهو كراهة مص الزوجة عضو الرجل أو لعقة،
لم يرد في ذلك نص صريح غير أنه مخالف للآداب الرفيعة والأخلاق النبيلة ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.